تفضل. سياسة الوزارة إن أي إنسان مخطئ لازم ياخد عقابه، ومش هنتجاوز ولا نتستر عن أي مخطئ سواء في أي موقف. ودي سياسة وزارة الداخلية، إن أي إنسان مخطئ لابد أن ياخد عقابه، ولن نجامل في الحق أو في الدم. بالنسبة لسياسة الوزارة، بالنسبة للموقف ده طبعا ده موقف فردي في الوقت بتحقق فيه النيابة العامة، والنيابة العامة زي ما تاخد الإجراء إحنا معاها، ولن تجامل أحد النيابة العامة، وانا مش هجامل حد. انا لو الابني نفسه ونفسه عليه القانون، لان ده ايقاف الضابط عن العمل. تم نقل السيد الوزير توجيهاته فورا، تم نقل الضابط الى ديوان المديريه لبعده عن مكانه، وتم احالته للقطاع التفتيش لاجراء التحقيق. لا لحضرتك 50 قرار النيابه العامه، بحس لان انتهى التفتيش، لغايه لما التفتيش القضائي يخلص تحقيقه هو بيدي القرار ان شاء الله.